جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول شيخ صالح: جدي رجل صالح لم يلتزم، يصلي ويصوم ويداوم دائما على قراءه القران الكريم، وهو رجل طيب لا يؤذي احدا، بل على العكس هو الذي يتعرض للاذى من الاخرين، ولكن الشيخ لديه عاده شرب السجاير، هل هذا محرم وينقص من اعماله وحسناته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك ان شرب الدخان محرم لانه ضرر له ولانه لا فائده منه للانسان، فلا يسمن ولا يغني من جوع، وانما هو عاده سيئه، ولانه يربط الانسان بالادمان فلا يصبر عنه، بل وانه ينفذ المال بغير فائده تعود على الانسان، بل العكس ينفذ المال فيما هو مضره ومرض فتاك بجسمه. فأين ذهبت عقول العقلاء؟ يطوى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، إنما هو العوائد القبيحة والتقليد الأعمى وغياب العقل والتفكير الصحيح. فالواجب على من ابتلي بشرب الدخان أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يترك الدخان. شرب الدخان معصية ومحرم، لا ينقص من أجر من شربه، لا شك، ويؤثره، لأنه محرم. المحرم هو ما يعاقب فاعله، هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا هو المحرم. فإذا فعله فعل المحرم فإنه يؤثم وينقص بذلك أجره.